الرئيس السيسي وجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الأسكندرية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على متابعة كافة جوانب الإعداد لمؤتمر كوب 27. الاتحاد الأوروبي يناقش طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل، وبريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الأسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء بحري أركان حرب أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أركان حرب محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغربلي رئيس مجلس إدارة شركة الغربلي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالي. وقد وجه السيد الرئيس باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتداداً من منطقة أبو قير حتى عمق الساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة جوانب الإعداد لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27، خاصة فيما يخص التنظيم وكذلك أعمال تطوير البنية الأساسية في مدينة شرم الشيخ بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر بحضور وزير الخارجية وعدد من الوزراء. وخلال الاجتماع استعرض وزير الخارجية سامح شكري أهم نتائج مشاركته في الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تم على هامشها التوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ. من جانبها أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر في نهاية مايو الماضي، إلى جانب العمل على توفير 260 حافلة تعمل بالغاز والكهرباء، بالإضافة إلى تحديد أماكن ارتكاز الفرق الطبية المتحركة لتكون جاهزة لحالات الطوارئ، مع تخصيص غرفة لإدارة الأزمات.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر والتي سيتم إطلاقها قريبا ستسهم في وضع الموانئ ومواقع للمارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، إلى جانب جذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية. وخلال اجتماعه لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أكد مدبولي أهمية العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات في الإجراءات اللازمة تفعيلا للمنظومة الجديدة لجذب سياحة اليخوت، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق حملة ترويجية حول المنظومة الجديدة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع. أكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لتوفير كل المواد الخام والمحجرية اللازمة بهدف إسراع سير العمل في مشروع القطار الكهربائي السريع، بالنظر إلى أهمية هذا المشروع والذي يخدم أهداف التنمية وتيسير حركة المواطنين بين مختلف أنحاء الجمهورية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 92 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط قرابة 34 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. وفي مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا، من بينها 166 قضية خبز ناقص للوزن و154 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تم ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، حيث تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 5 أطنان أقمح محلية. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي. خلال اللقاء أعرب شكري عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجالات مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود وكذلك مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ودعم بناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية للجانب المصري. كما أشاد بجهود المكتب الأممي الرامية إلى دعم أولويات القارة الأفريقية في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين مصر ومكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات خلال الفترة القادمة. أعربت مصر عن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية مالي الشقيقة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء. وتقدمت مصر حكومة وشعبا بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالي الشقيقة وأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء العاجل لكافة المصابين. كما أكدت مصر على وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي في هذا المصاب الأليم، وعلى تضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. We'll be right back.
أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتنامي علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتنوعها في مختلف المجالات وتعدد الزيارات بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع سفير فرنسا لدى مصر مارك باريتي، حيث أكد مدبولي تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق بين البلدين خلال فترة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، لا سيما في ظل التحديات الدولية الاقتصادية التي تلقي بظلالها على العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفي أعقاب جائحة كورونا. وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام بتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المختلفة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية. من جانبه أكد السفير الفرنسي أن فرنسا تنظر لمصر كدولة محورية تربطها بها تاريخ طويل وممتد، مشددا على دعم بلاده للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، تطلق وزارة الداخلية فعاليات يوم 30 من يونيو القادم ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والسابق إطلاقها حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. وتأتي المبادرة بالتنسيق مع 22 من المراكز التجارية و16 شركة وكيان تجاري وصناعي بإجمالي 426 محل و52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 359 محل، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وزارة الداخلية تطلق فعالية يوم 30 من يونيو 2022 ضمن المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، بالتنسيق مع عدد 22 مول تجاري وعدد 16 شركة وكيان تجاري وصناعي بإجمالي 426 منفذ وعدد 52 سلسلة مواد غذائية ومطاعم بإجمالي 359 محلا، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة. مبادرة مجتمعية تهدف لاحتفال بيوم 30/6 وعملية تكافل مجتمعي بين أفراد المجتمع، ولذلك يتم تخفيض الأسعار في جميع سلاسل المحلات لتناسب جميع أفراد الشعب. داعمين في اليوم 30/6 دوت حاجات كتيرة وعاملين خصومات كويسة جدا. في خصومات كبيرة جدا جدا احنا عاملينها بمناسبة اليوم السعيد ده، وإن شاء الله هيبقى عيد قوي لينا كلنا، وإن شاء الله الناس كلها تحس بالفرق. 30/6 مبادرة جميلة جدا من معالي رئيس الجمهورية، حاجة جميلة وكلنا بنساعد فيها، وتاني مرة على التوالي أنا موجود هنا، حاجة رائعة. وانتظرونا 30/6 بخصومات جميلة. احنا عندنا مش أقل من 80 فرع على مستوى مصر، الفروع دي كلها إن شاء الله لنا عروض خاصة ب 30/6. حاول نساهم على قد ما نقدر ولو بجزء بسيط، ونشارك مع الشعب ومع البلد في مناسبة جميلة زي دي، وهنقدم أقصى ما عندنا من الخصومات، وهنعمل كل الواجب اللي تشعر به الشعب المصري بأن السيد الرئيس مع الشعب وبيقدم للشعب كل ما يمكن من مجهود بيعمله هو والحكومة. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. هذه الفعالية تأتي إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع 33 سلسلة تجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 1002 فرع على مستوى الجمهورية،
وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. المبادرة صراحة حاجة كويسة أوي، أنا شايفة أسعار فعلا كويسة، يعني ده الزيت يعني ما شاء الله ونازل كتير. المبادرة كويسة جدا وعامل حاجات حلوة الصراحة. أنا باجي من هنا باخد المكرونة وباخد الرز وباخد كل حاجة في المبادرة اللي عاملها الست الرئيس. مبادرة من الرئيس، حاجات بأسعار مخفضة جدا عن السوق، ولا حاجات جميلة قوي بنشكره عليها، ونتمنى تفضل موجودة على طول، لأن الفرق في السعر لا جميل جدا بصراحة. المنتجات المعروضة في إطار المبادرة تتسم بالجودة العالية والوفرة في المعروض، وهو ما ساهم في إقبال المواطنين في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على ارتفاع الأسعار، لتقدم الدولة كل أوجه الدعم للمواطنين. مشاركة من الدولة ودعم كبير لكل المواطنين بشكل عام لمساعدتهم على غلاء الأسعار الموجود في الوقت الحالي بسبب الأوضاع العالمية. وحقيقي فعلا هي الأسعار مختلفة، ونتمنى يعني من الرئيس أن المبادرة تستمر فترة أطول. حاجة حلوة وربنا يقدمها علينا كده، ويفضل الرئيس كده في المبادرة بتاعته دي معانا. وتستمر منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحرك في تقديم كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة حتى نهاية العام الحالي، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بأغلبية 529 صوتاً مقابل 45 صوتاً يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على وضع أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي دون تأخير. كما دعا البرلمان الأوروبي القادة أيضاً إلى منح وضع المرشح لمولدوفا وجورجيا بمجرد أن تنفذ حكومة البلدين مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي أعدتها المفوضية الأوروبية. في إجراء يكتسب طابعاً رمزياً كبيراً، يناقش قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى التكتل بعد 4 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اجتماع بروكسل من أجل المصادقة على منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل من شأنه أن يمهد لعملية الانضمام التي قد تستغرق سنوات قبل اكتمالها، ويشكل الاعتراف بوضع الدولة المرشحة بداية عملية طويلة مع صياغة المفوضية الاستراتيجية ما قبل الانضمام، أي برنامج دعم للإصلاحات اللازمة من أجل ملائمة الشروط الأوروبية التي تحمل اسم معايير كوبنهاجن التي أقرت في قمة بالدنمارك عام 1993. وتتضمن المعايير الأوروبية 3 شروط أساسية سياسية، وهي الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الأقليات، ومعايير اقتصادية بطبيعة الحال تتلخص في سوق قابلة للاستمرار، وأخيراً الالتزام بإدخال قواعد القانون الأوروبي. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين التي زارت أوكرانيا 2 منذ بداية الأزمة اعترفت بأن الحكومة الأوكرانية فعلت الكثير استعداداً لترشيحها، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه لا يزال هناك الكثير أمامها لم تفعله بعد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد واحترام سيادة القانون. بعد القمة الأوروبية من المقرر أن تعقد قمة ثانية لمجموعة 7 وثالثة لحلف شمال الأطلنطي بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وستكون مسألة المساعدة المالية لكييف في قلب مناقشات الاجتماعات 3.
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي دول الغرب إلى تسريع إرسال المساعدات العسكرية لبلاده. وقال زيلنسكي إن منطقة دونباس تتعرض لضربات جوية ومدفعية ضخمة، مطالبا الحلفاء بالإسراع في شحن الأسلحة الثقيلة إليها حتى توازن روسيا في ساحة المعركة. وشدد زيلنسكي على ضرورة تحرير كافة الأراضي الأوكرانية بسرعة أكبر. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف وصول أنظمة الصواريخ الأمريكية هاي مارس. وأكد وزير الدفاع الأوكراني أهمية تلك الأنظمة الصاروخية في إحداث ما وصفه بتغيير نوعي في العمليات العسكرية، موجها الشكر إلى الولايات المتحدة ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على إمداد بلاده بالأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد و49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة الروسية تواصل قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، مشيرا إلى أنه خلال 24 ساعة الماضية تم تدمير 3 قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكلايف، وأربع مناطق تمركز لقيادات وأفراد ومعدات عسكرية في 18 منطقة. كشفت صور نشرتها خدمة طوارئ محلية أن هجوما صاروخيا روسيا تسبب في إلحاق أضرار بالغة بخزنين على الأقل لزيت دوار الشمس في محطة بميناء ميكولايف الأوكراني على البحر الأسود. وأظهرت الصور دخانا يتصاعد من أحد الخزانات بعدما تطاير الجزء العلوي منه بسبب الانفجار، كما ظهر الخزان المجاور الذي أصيب هو الآخر بأضرار بالغة وقد أسود بسبب النيران. هذا ولم تكشف خدمة الطوارئ المحلية بعد عن اسم المحطة. أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا. وقالت الحكومة البريطانية إن الإجراءات تتضمن تدابير جديدة بما في ذلك حظر تصدير مجموعة من السلع والتكنولوجيا إلى روسيا وتصدير وقود الطائرات فضلا عن تصدير الجنيه الاسترليني أو الأوراق النقدية المقومة بالاتحاد الأوروبي. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل، وعرضت تقديم بريطانيا لخبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة. وفي مؤتمر صحفي أضافت تراس أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية، كما أكدت أن بلادها عرضت خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر شحنات الحبوب بأمان، ولكن هذا يتطلب جهدا دوليا. زادت روسيا من إمدادات النفط إلى إفريقيا والشرق الأوسط بسبب العقوبات الأوروبية على قطاع النفط الروسي، بينما تواجه منافسة شرسة على السوق الأسيوية. يأتي هذا بينما قلص الاتحاد الأوروبي وارداته من الخام والوقود الروسيين ووافق على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.
تطورات متلاحقة تشهدها أسواق البترول العالمية مع اتجاه روسيا لزيادة إمدادات البنزين والنفط إلى إفريقيا والشرق الأوسط في ظل ما تواجهه من صعوبة في بيع الوقود في أوروبا، بينما تستقبل آسيا بالفعل كميات أكبر من الخام الروسي. ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى زيادة التنافس على العملاء الآسيويين بين روسيا ومصدري الوقود الكبيرين الآخرين وهما السعودية والولايات المتحدة، حيث إن الدول الثلاث هي أكبر الموردين لآسيا. الوضع النفطي الروسي قاده الاتحاد الأوروبي ببطء وارداته من الخام والوقود الروسيين منذ مارس الماضي والموافقة على حظرهما بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022. فقبل فرض عقوبات على القطاع المالي الروسي، كانت موسكو تصدر أكثر من 2 مليون برميل وخمسة من عشرة يوميا من الخام ونحو 2 مليون برميل يوميا من الوقود إلى أوروبا، وضع يجعل العثور على أسواق جديدة مثل إفريقيا والشرق الأوسط أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لموسكو لحماية حصتها في السوق العالمية وتفادي انخفاض أكبر في إنتاج وصادرات النفط. هكذا يقف الدب الروسي بعدما ضاقت به السبل في أسواق أوروبا، يسعى إلى البحث عن موطئ قدم في أسواق جديدة لصادراته من النفط الخام والوقود في انتظار اللاعب الفائز في تلك المعركة النفطية. أكد وزير النفط الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح أن عزوف أوروبا عن شراء الغاز الروسي يوفر سوقا جاهزة لمشروع ضخم يتم تطويره في غرب إفريقيا. وأضاف الوزير الموريتاني أن مشروع أحميم البحري للغاز الذي يمتد بين موريتانيا والسنغال يبدأ الإنتاج في ديسمبر 2023. وأضاف الوزير أنه خلال 10 أعوام قادمة ستكون الأولوية هي لاستكشاف كافة إمكانات البلاد فيما يتعلق بالغاز. تتواصل أزمة ارتفاع الوقود على مستوى العالم مع استمرار صعود أسعار النفط في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية بنسب كبيرة في ظل اشتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة لخفض روسيا للكميات التي ترسلها إلى أوروبا. نتابع. في الوقت الذي كشف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عن معاناة الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط، تواجه أوروبا صعودا جديدا لأسعار الغاز. الرئيس الأمريكي أرجع ارتفاع أسعار الوقود إلى الأزمة الأوكرانية، في حين وجه الشكر لتحالف أوبيك بلس على قرار رفع إنتاج النفط الذي تم اتخاذه مؤخرا في الاجتماع الأخير. ومن أجل تقليل أسعار النفط بالولايات المتحدة، دعا بايدن إلى تعليق العمل بالضريبة الاتحادية على الوقود لمدة 3 أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل، حيث طالب الكونغرس والولايات الأمريكية باتخاذ خطوة تشريعية إضافية للتخفيف عن المستهلكين بشكل مباشر. من خلال تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية لمدة 90 يوماً، يمكننا خفض السعر وتخفيف الضغط قليلاً عن الأسر. أعلم أن هذا التعليق الضريبي وحده لن يحل المشكلة، لكنه سيشكل متنفساً. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي، واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي ارتفاعها بعد صعودها في الأسبوع الماضي بنسبة 43% في ظل اشتداد حدة أزمة نقص الإمدادات نتيجة خفض روسيا للكميات التي ترسلها إلى أوروبا، مما أثار قلق الحكومات الأوروبية مع ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري. رفعت ألمانيا مستوى التأهب بموجب خطتها الطارئة بشأن تأمين إمدادات الغاز في البلاد كخطوة من التقنين، وذلك عقب انخفاض بنسبة 60% في عمليات التسليم من موسكو عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم. وقال وزير الاقتصاد الألماني إن بلاده تواجه أزمة غاز، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة على دعم الجهات الفاعلة في السوق لمواجهة الأسعار المرتفعة.
تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو في القطاع الخاص ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا مدفوعا بالتضخم خصوصا وفقا لمؤشر مديري المشتريات والذي نشرته وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف المالي والائتماني الأمريكية. انخفض المؤشر الذي حسب على أساس استطلاع الشركات إلى 51.9 نقطة بعدما سجل 54.8 نقطة في شهر مايو الماضي، ويشير الرقم فوق 50 إلى زيادة في النشاط، بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد. استفاد النمو الأوروبي منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بوباء كورونا، مما سمح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل. تتواصل فعاليات القمة الافتراضية لدول بريكس 14 برئاسة الصين، ويركز قادة دول المشاركة في القمة على التعاون بين دول بريكس في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتجارة والصحة والطب التقليدي والبيئة ومكافحة الأوبئة وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف. كما تمثل المجموعة الاقتصادات الناشئة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا أكثر من 40% من سكان العالم وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بريكس عبر الفيديو كونفرنس مع رؤساء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، قال إن دول بريكس يمكن أن تضمن استقرار الاقتصاد العالمي. وأضاف بوتين أن روسيا جاهزة لمزيد من تطوير الشراكات الوثيقة والتعاون مع الشركاء في مجموعة بريكس. نعمل على رفع رفاهية شعوبنا، وأعتقد أنه من بين المواضيع الهامة التي نتطرق إليها اليوم هي تعزيز الشراكة لمجموعة دول بريكس التي ستدخل في عهد جديد للنمو العالمي، فإن الصعوبات التي نواجهها كانت صعبة جدا على كل السكان. سجل معدل التضخم الأساسي في سنغافورة أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عاما، حيث بلغ 3.6% في مايو الماضي مدعوما بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأفادت الإحصاءات الرسمية بأن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ 4.5% في مايو، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الغذائية بشدة. كما ارتفع معدل التضخم في تجارة التجزئة والسلع الأخرى وبلغ 1.8% في مايو مع ارتفاع أسعار الملابس والأحذية والأمتعة الشخصية ومنتجات العناية الشخصية. أكدت منظمة يونيسف أن أزمة الجوع العالمية تدفع طفلا واحدا إلى سوء التغذية الحاد كل دقيقة، وذلك في 15 دولة منكوبة بالأزمة. أضافت المنظمة أن ما يقرب من 8 ملايين طفل دون سن الخامسة في هذه الدول معرضون لخطر الموت من الهزال الشديد ما لم يتلقوا أغذية علاجية فورية، والعدد في تزايد مستمر كل دقيقة. أوضحت المنظمة أن أسعار المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع بسبب الأزمة الأوكرانية والجفاف المستمر بسبب تغير المناخ في بعض البلدان جنبا إلى جنب مع الصراع في بعض الأحيان والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فترة وباء كورونا. نشرتنا متواصلة معكم وفيها
ميقاتي يحصل على أغلبية الأصوات بالاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة. حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أغلبية الأصوات في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث حصل على 54 صوتا مقابل 25 صوتا لمنافسه السفير نواف سلام، وصوت واحد فقط لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، فيما امتنع 46 نائبا عن تسمية أي مرشح، وقاطع نائب واحد الاستشارات النيابية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي قدرة وزارته على انتشال بلاده من أزماتها، ودعا جميع القوى السياسية اللبنانية إلى تحمل المسؤولية التاريخية. كما تعهد ميقاتي بعدم ترك بلاده في أزماتها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ التي تنشدها بلاده متاحة. أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع لوكسمبورغ في مختلف المجالات مثل مكافحة تغير المناخ واستكشاف الفضاء. وفي بيان صحفي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده بصفتها عضوا مؤسسا لمؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي أرست نظاما قويا متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الازدهار الدولي. وأعرب بلينكن عن فخر بمواصلة الشراكة الوثيقة مع لوكسمبورغ، متمنيا لشعبها عاما مزدهرا. أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي لتعزيز التصنيع المحلي للقاحات والأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى. وقالت المفوضية الأوروبية إن الشراكة الجديدة ستعزز قدرة التصنيع في أمريكا الجنوبية والوصول العادل إلى منتجات صحية عالية الجودة وفعالة وآمنة، ومن شأنها أيضا أن تساعد على تعزيز المرونة الصحية في المنطقة لمعالجة الأمراض المستوطنة والناشئة. وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لليوم الثاني على التوالي ترأس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية. هذا ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. ربما يجد زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون ضالته في قلق الغرب، مما دفعه إلى إجراء تجارب نووية مكثفة خلال الفترة الماضية. ووفقا لوسائل إعلام رسمية، الزعيم كيم اجتمع لليوم الثاني على التوالي مع الحزب الحاكم لبحث سياسات بلاده العسكرية والدفاعية التي تسببت في قلق للجارة الجنوبية التي تعتقد أن بيونغ يانغ على وشك إجراء تجربة نووية جديدة. كيم شدد خلال الاجتماع مع الحزب الحاكم على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية. ووفقا لخبراء، فإن الاجتماع يحظى بمتابعة وثيقة لكونه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. ووفقا لمسؤولين في سول، فإن الاختبار النووي يمكن أن يجري في أي وقت، وأن كيم هو من سيقرر الموعد. القلق الذي سببه الزعيم الكوري الشمالي دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لحث بيونغ يانغ على الدخول في حوار، موضحا أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية عدائية على الإطلاق تجاه الشمال.
دعوة بيونغ يانغ للانخراط في الدبلوماسية تأتي وسط مخاوف متزايدة من أن الدولة المتمردة قد تجري قريبا تجربة نووية تمثل في حال وقوعها تجربتها السابعة. أعلنت الحكومة الأفغانية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي البلاد إلى 1500 قتيل، وأوضحت السلطات الأفغانية أن الزلزال ألحق أضرار بالغة بعشرات المنازل في إقليم باكتيكا، مشيرة إلى أن أغلب المباني ليست قوية بما يكفي لتحمل أي هزات أرضية. كان رئيس هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان محمد حقاني قد أكد أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتيا، مشيرا إلى تواصل عمليات الإنقاذ باستخدام طائرات الهليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء. هذا وقد أكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان مع الوصول لمناطق جديدة، وأضاف المنسق الأممي أن هناك ما يزيد على 190 شريكا دوليا يعملون على إيصال المساعدات لأفغانستان، وأشار إلى أن نصف سكان أفغانستان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأوضح أنه تم تعزيز النظم في أفغانستان لمنع تهريب أموال الإغاثة، إلا أن النظم المصرفية في البلاد تعوق التحويلات النقدية. أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية أنها وضعت 25 إقليما في حالة الطوارئ لمستوى البرتقالي لمواجهة خطر حدوث عواصف عنيفة ستضرب شمال شرق ووسط شرق فرنسا. وأقلت هيئة الأرصاد الجوية أنها رفعت حالة اليقظة البرتقالية إلى أن العواصف استمرت في ضرب عدة مناطق بالبلاد مسببة أضرارا كبيرة مثل مدينة ليون الفرنسية والتي سجلت كمية قياسية من هطول الأمطار. أصدرت مؤسسة حياة كريمة تقريرا حول إنجازات القطاع الطبي بالمؤسسة، حيث نجح بالتعاون مع وزارة الصحة في إطلاق 77 قافلة طبية بمختلف محافظات الجمهورية تشمل جميع الخدمات الطبية والعلاجية وأيضا الخدمات التوعوية للمواطنين. وبلغ إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية 53203 مواطنين في 14 محافظة من محافظات الجمهورية. كما قام القطاع الطبي بتحويل 1072 حالة من المواطنين إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم، وذلك خلال الفترة من فبراير وحتى مايو من العام الجاري. تنتهي وزارة التنمية المحلية الأسبوع القادم من المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الأسبوع المقبل سيشهد انتهاء تدريب 6 مجموعات من رؤساء الوحدات المحلية القروية المنفذ فيها مبادرة حياة كريمة بعدد 214 متدربا، موضحا أنه تم تقسيم رؤساء الوحدات المحلية القروية إلى 11 مجموعة، وتم الانتهاء من تدريب 5 مجموعات بعدد 118 متدربا على عدة موضوعات أهمها إدارة الموارد الذاتية والنهج التشاركي وإشراك المواطنين.
ما زالت جهود الدولة تتواصل للنهوض بالخدمات الطبية ونقلها للمناطق النائية والمحرومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في هذا الإطار انطلقت 3 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية، وضمت القافلة جميع التخصصات الطبية تنطلق في 3 محافظات هي الشرقية والوادي الجديد وجنوب سيناء. والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. حكمة عبد الحميد معها أخبار المال والأعمال، إليك يا حكمة. شكرا هبة، شكرا إلهام، وهذه بالفعل الوقفة الاقتصادية بنشرة 6. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، وشدد المركز على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، ذلك من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة. قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وأبقت اللجنة سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75%. وقعت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وأمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية السفير عبد العزيز المخلافي مذكرة تفاهم بشأن فتح مكتب إقليمي للغرفة بمبنى الاتحاد العام للغرف الاتحادية بالقاهرة. وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق الذي يستمر لمدة 5 أعوام يأتي إيمانا من حكومتي مصر وألمانيا بأهمية التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، كذلك الدور المهم للغرف التجارة والصناعة في خلق تواصل مباشر بين رجال الأعمال ومجتمعي الأعمال من الجانبين. أشارت الوزيرة إلى أن الغرض الأساسي من فتح هذا المكتب هو تمثيل الغرفة في الترويج التجاري والتعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا الاتحادية والدول المحيطة بها.
اختتمت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع زيارتها للعاصمة الألمانية برلين بعقد سلسلة لقاءات موسعة مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنعي السيارات ومسؤولي سلسلة محلات تجارة التجزئة الألمانية. استعرضت خلالهما فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، كذلك الإمكانات لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، ذلك خلال المرحلة المقبلة. شملت لقاءات الوزيرة لقاء موسع مع أعضاء الاتحاد الألماني لمصنعي السيارات، تناول سبل جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الألمانية للعمل في السوق المصري، ذلك في مجال إنتاج السيارات التقليدية والكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة الإقليمية والعالمية. أكد وزير البترول طارق الملا أن مستويات الأسعار العالمية الحالية للبترول والغاز قد شجعت شركات البترول العالمية على تكثيف عملياتها في مجالات البحث والاستكشاف، خاصة بهدف إنتاج الغاز الطبيعي الذي أصبح الوقود الأساسي والأكثر طلبا على مستوى العالم. جاء ذلك خلال اجتماع وزير البترول مع نائب رئيس شركة شيل العالمية الجديد لأنشطة الغاز الطبيعي المسال سيدريك كريمرز، لبحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها في البحرين الأحمر والمتوسط في مصر وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شيل القوية في تكثيف أعمالها في مصر. أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن استثمار إحدى الشركات الإماراتية في مصر واختيارها كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية كمقصد استثماري مهم في هذا المجال. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الاستثمار في افتتاح مقر الشركة للحلول الشاملة بالمنطقة الاستثمارية والذي يتضمن إنشاء مركز لخدمات التعهيد المشتركة في مصر. بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع رئيسة شركة أمازون ويب عزة الشناوي مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بريادة الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون في جهود تمكين المرأة. وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم إطلاق خطته التنفيذية العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة معدلات تمكين المرأة في المناصب القيادية، ذلك من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة. استعرضت وزارة التخطيط في تقرير صادر عنها حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وأكدت الوزارة أن كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة تهدف بشكل رئيسي إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ويظهر ذلك جليا في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التي وجهتها الدولة للتوسع في خدمات الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات كخدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق غير الآمنة والنقل خلال 8 سنوات الماضية. وبلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من تريليوني جنيه مقابل تريليون جنيه خلال 8 سنوات التي سبقتها بمعدل نمو 100%. أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت على حرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقائها في أفريقيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي والعمل بالتوازي على إقامة شراكات فاعلة مع دول الاتحاد الأوروبي ودفع الجهود المبذولة لمد جسور التعاون الأوروبي والأفريقي من خلال مشروعات مختلفة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس في جلسة عقدت بعنوان التحول الرقمي الشباب والمرأة وريادة الأعمال ضمن فعاليات النسخة الخامسة من قمة الاتحاد الأوروبي أفريقيا للأعمال. إلى البورصة المصرية والتي أنهت تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق بذلك عند مستوى 635.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9612 نقطة
وأغلق عند 9439 نقطة، منخفض بنسبة 1.8%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1800 نقطة، وأغلق عند 1778 نقطة، متراجع بنسبة 1.21%. فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2661 نقطة، ليغلق عند 2629 نقطة، منخفض بنسبة 1.21%. انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي مع استمرار نقص المعروض في سوق العمل، على الرغم من ظهور بعض التباطؤ. وقالت وزارة العمل إن طلبات الحصول على إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى قد انخفضت في الأسبوع الماضي بواقع 2000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العام الموسمية بلغ 229,000 طلب. انتهت الوقفة الاقتصادية، وعودة مرة أخرى إلى الهام وهبة إليكما. شكرا لك حكمة على هذا العرض. ولم يتبقى لنا في نشرتنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي خاصة الإسكندرية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على متابعة كافة جوانب الإعداد لمؤتمر COP27. الاتحاد الأوروبي يناقش طلب أوكرانيا الترشح للانضمام إلى تكتل، وبريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على روسيا. انتهت نشرة السادسة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.